وقول لي ده عيب ولا مش عيب. نزلوا له الفيديو اللي بعده يلا يلا. كانت الساعه تقريبا 2 بالليل لما رحت عند الدكتور، فالدكتور قال له اطلعوا بره. قال له لا، ما حدش هيطلع بره، انت هتكشف عليها وهم موجودين. قال له لا، انا مش هقدر اكشف عليها. فهو خلى البلطجيه واقفين وانا بكشف يعني. فالدكتور اتخانق معه وقال له انا مش هكشف عليها غير لما كلهم يطلعوا بره. فالدكتور لما كشف عليا فقال له انت كدبت عليا، البنت دي يعني البنت كبيرة في الشهر السابع، انت قلت لي في الشهر الرابع واول الخامس يعني في نهاية الرابع، وانت كدبت عليا، انا مش هقدر اعمل لها العملية. طيب بص، بس انا هكمل لك الحتة اللي وجعتني. الحتة اللي وجعتني اللي هي بتقول فيها، عشان انا شفت الفيديو. اتفضلي حضرتك. اوكي، كل اللي يهمني في الفيديو ده كله انك نزلت ان يعني طفلة بريئة. مش عرفك، ما تردش عرفك انت، مش عرفك حضرتك. انا ممكن دلوقتي اطلع اقول مساء الخير يا جماعه، مثلا لعيب الكوره مش عارف مين حرامي، مش عرفك. طيب ثانيه، لا ردي على مش عرف حضرتك. طب ماشي، انا مش عارفه، بس وضح لي. وضح لك حضرتك. طب بس هسالك سؤال الاول. اتفضلي حضرتك. كانت حامل ولا مش حامل؟ برضه مش عرفك. طب ما انا بسالك. انا بسالك بس مين هتكلم؟ انا مش بدي معلومه. لا انت اصل بتقولي انا مخنوق منك، كنت سمعت انت حكمت عليا وانت اصلا ما تعرفيش يعني، ما سمعتنيش. طب ما انا بسالك. طب اساليني بقى حضرتك. انت هي قالت ايه دلوقتي؟ انا رحت للدكتور وحطيت له ايه؟ الطبنجه في نافوخه. يا جماعه اللي سامعينا مشاهدين، فين الدكتور؟ فين الدكتور حضرتك؟ الدكتور لا يمكن يقول لانه عمل جريمه. بك عمل ايه؟ لا يمكن يطلع يقول. برافو. فين مكان الدكتور؟ فين المكان العياده؟ مفيش. في شارع احمد عرابي. فين في احمد عرابي؟ انا في احمد عرابي. ايه ده؟ ده كل ده تمثيل عشان 1.5 مليون بس. لا فيها بيت. يعني ايه 1.5 مليون؟ انا تسمعي بقى مني حضرتك. اتفضل. شمس دي حضرتك مش مراتي. بقول لك ايه؟ اتفضلي. اهدى. طب انا هادي حضرتك، انت جاي عليا. لا حضرتك، انا ما غلطتش في حضرتك وما اتكلمتش وما زعقتش. انا بقول لك شمس سلمان. حاضر يا فندم. حاضر حضرتك. اشرب بق. حاضر حضرتك. اهو حضرتك ميه. اصل اللي مجنون ومستمع عقل يعني، انا خطفت واحده ورحت حاطط طمانجه في الدكتور وقلت له اتولدت. الدكتور فين؟ مكان الدكتور فين؟ كل ده كلام فقط لا غير. طب احكي الحقيقه. هتسمعيني؟ سامعك. ما انت هسمعك. طب اقول لك على حاجه. بحق. هي شمس دي قالت حضرتك ولا انت حق اللي انت هتقوله؟ لو لقيت فيه مصداقيه هقول لك انا صدقتك. ماشي. خلاص وريني اللي عندك. الموضوع كله كل ده كده، ولا في خطف ولا في ولا في. الموضوع كله بنت صغيره كانت شمس متبنيها في دار وبتاخدها خميس وجمعه. طب يعني ست كويسه شمس مية. انا اللي وديتها. انا اللي وديتها، مش هي اللي كويسه عايزه تاخد ثواب. ايوه يعني. انا كل جمعه بروح دار ايتام وناس عارفه فضل ربنا، فخدتها تاخد ثواب. راحت خدت بنت خميس وجمعه ما جابتهاش، وراحت واخده البنت هوب وراحت مسافره. قعدت 5 سنين الدار. طبعا الدار طبعا ايه ده، فين البنت؟ في تفتيش طبعا. فتشوا، راحوا مرافعين قضيه على شمس وجابوا لها 10 سنين حبس. يعني شمس دلوقتي وهي بره مصر 10 سنين. امال هي هربانه ليه؟ 10 سنين حبس. عايزه ترجع. معاك حاجه تثبت البنت دي ان في بنت وفي القصه دي حقيقيه؟ بص حضرتك، عايزه حاجه تثبت على البنت. احنا عشان بس احنا برنامج حضرتك بس اهو. اهي حضرتك البنت اهي، محدش هيشوفها غيري. بس اهي بنت وهتاكد. لا ما دي انا جاي للدكتوره بس. انها طلعت معاها. امال ايه؟ طبعا اهو حضرتك طلعت معاها. اهي حضرتك اهو طلعت معاها حضرتك اهي، وما توريهاش لحد برضه حضرتك. البلد اللي راحتها البلد هي فندم اهي، واي ورقه تظهر يا فندم انا على مسؤوليتي، يبقى انا اللي مزورها لو مش حقيقيه. طب ممكن تسيب لي الورق ده؟ اتفضلي حضرتك. كل ده حضرتك في ورقه بس حضرتك، اللي ده خليها معايا بس حضرتك. دي كل ده حضرتك اتفضلي. احتفظ بيه طبعا. لا خليني عشان يبقى موثق. هسال اذا كان انت كلامك حقيقي ولا لا. لو غلط حضرتك لازم تحبسيني. انت حضرتك طبعا معاك. قولي لي الراجل ده بنزور. هي المشكله كلها في البنت دي. خلاص، وانا عهد مني هطلع اعمل لك فيديو هقول الكلام ده حقيقه وغير حقيقه. حضرتك ما واخده.